وصلنا لمحطتنا الختامية، أو يمكن هي المحطة بتهم كثير من السيدات وخصوصا بهذا الوقت الإكسسوارات، ورح نروح لسالي ونصبح عليها ومع على ضيفتنا من جديد. أكيد سلمى، يعني مثل ما بنعرف الإكسسوار زينة الصبايا، هو اللي صبايا دائما هيك بتهتم بإكسسوارها ودائما بتحب يكون له هالإكسسوار بصمة، كيف إذا كان هاند ميد وجميل جدا. يعني اليوم بسرنا نرحب بمصممة الأكسسوار هوري أركليان. شو جديد بعالم الأكسسوار كألوان وتصاميم؟ كل هالتفاصيل حتخبرنا عنها. سعد صباحك. صحيح. هلا أهلا وسهلا فيك. هلا التصاميم الجديدة هي عبارة عن جنازير. الموضة صارت نعم أكثر بتقرب للفصل الشتاء والخريف. هلا بلشنا نودع الألوان الصيفية مثل البينك والتركواز والتركواز ما بيبطل مبطل لا صيف ولا شتاء. عن جد وهو بيعطي طاقة حلوة. كنا قبل شوي عم نحكي عن طاقة الفيروز أصلا، حجر الفيروز أو البحر السماء، هاي الألوان بتعطي طاقة حلوة. صحيح. يعني عم نشوف سلمى متواجد معك قطعة جميلة، يعني عيني ضاربة لعندك وعليك. سالي، أول شيء المميز بتصميمها هو شيء جديد يمكن عم نشوفه هلأ هاي الصيف، ويمكن حضرتك مختصة فيه، اللي هو الجزئين، جزء حجر وجزء صح. سلسال. صح. مضبوط. في تشكيلات مختلفة من هذا الشيء مع أحجار مختلفة، يمكن هيك مشان يبينوا أكثر. هلا هي عنا دائما بحاول نسوي ميكس بين الحجر والسناسل. هلا بيكون لها هيك شيء، لها عدة استعمالات. ممكن انا مثلا لفها بالتشين، ممكن انا لفها محل الحجار حسب اللبس على، بس في انه قصص هدول النص هيك ونص هيك ونازل. هي كثير موضة هلا. خلينا نشوف ايضا يلي بايد سلمى، عن جد جميله، ناعمه وناعمين، يعني بتحسي انه بيناسبوا كل الرقبات. صح. ايه. ويوميه. ايضا عم نشوف هذا الموديل المميز اللي هو الجنزير. جنزير بس تمام. حبيت فوت فيه الوان مشان يكون معاصر اكثر. هلا التيبيكال انه كل سيده لازم يكون هلا على موضة هلا لازم يكون عندها جنزير، هي على راحتها، رفيع تخين، يعني هدول القصص. بس حبيت هيك اذا شوي الجانب. هلا مثلا هي فوتت فيها كل الالوان، حظت فيها حتى الازرق، الموف، التركواز، وايضا يعني الابيض. اجمالا هي قطعه صيفيه. سلمى وينك عم تتفرجي على انا بعالم ثاني، انا عم اتفرج على الموديلات وعلى التصاميم اللي عملتها، يعني بكل الالوان بكل الاشكال، ومن العين او الكف بشكل عام. هي السنه راجعه كثير موضه. أكيد. وكان بدي اسالك سؤال بحير كل صبيه. انا اذا بدي اجيب قطعه اكسسوار، اولا رح احط مبلغ مالي بغض النظر قليل او كثير، بس رح احط مبلغ مالي. أكيد. شو قد ايه بدها تعيش عندي هي القطعه؟ كثير بيسالوا هالسؤال. هلا قد ايه بدها تعيش عندك؟ نحن راعي، وانا مثلا بالتزم يعني الماتيريال المستخدم، الماتيريال الزيركون، السناسل المطليه والقفول، الزردات، كل شيء انا براعي انه تكون كل شيء مطلي. بس كمان كل جسم له، يعني هلا بيتفاعل مع البرفان الكحول. ما نقرب، يعني احيانا اذا بيعرق الشخص مدام، يعني ممكن تشوفي راح لونه مجرد ما عرق واجت سلمى يعني على السنسال. صحيح. اكيد. يعني بنشوف هالقصص هلا بتشوفي، بس اذا هي ما كانت مطليه مثلا ممكن ينطبع الاسود او اذا راحت مسبح تعرضت للشمس. هلا نحن عن تجربه انه كل شيء عم نطلي، انه هلا هي الحلق مثلا عن جد سلمى ليكي مو جميل جدا ملفت. هي بتحطها زميلتنا فرح، يعني بوجه لها تحيه فرح. صحيح. بحب الموديلات هي كثير. من ناحيه الحلق دارج هلا انه ما يكون الحلق متناظر، يعني انا مثلا مو الفرتين مثل بعض، وحده طويله مثلا، هي وحده طويله وحده قصيره، هيدا الكف مثلا وحده على قد الاذن والثانيه لا نازله.
هلا سلسالك انت عامل كمان؟ ايه اها كمان اكسسوار هيدا ايه وهيدا تفصيل تفصيل اسمي حلو وايضا عم نشوف السناسل يلي عن جد مو لانه انت ضيفتنا لليوم بس في اتقان في نفس وفي روح يعني عم نشوف سلمى قطع مميزه جدا خلينا نحكي عن آلية شغلك يعني القطعة بتتطلب وقت معين أو لا القطعة هي الوقت تبعها أوبن مفتوح لأنت تخلصي نحكي عن هذا أكيد. الموضوع لا أنا بس يكون في عندي فكرة براسي أكيد ما بفكر بالوقت المهم النتيجة بجوز أنا مثلا كل قطعة بلش أشتغلها بعدين بحطها على الستاند وبعد بتطلع فيها بتصفن فيها فيها غلط ما فيها غلط فيها هيدي شيء ناقص ما في شيء ناقص تحت المراقبة وفي أوقات مثلا الفكرة اللي تجي الفكرة في ساعات مثلا ممكن أنا مثلا هيك لا هيك تغيري. رسم تغيري. بلش أول شيء أرسم هلأ هي كل شيء له طريقة تصميم يعني مثلا بلش رسم ممكن الأكسسوريز خيال إنه بدي هيك هي الفكرة وبدنا ندور على الحجارة المناسبة لها والقطعة بجوز في قطعة بإيدي ما أعرف كيف بدي ساويها بدي شيء غريب لبين جماليتها للقطعة يمكن في سلمى طلبات دائما خاصة مثلا أنت شو بتحبي خبرينا سلمى هلا انا بالعموم بحب الاحجار مع الدمج يعني مشان هيك قلت لها انت اول حدا بيعمل هذا الشيء اللي هو نص حجر ونص سلسال والعيون فطلعت لقيت نص عيون عيون كلهم عيون وهون كان بدي اسالك هلا بنشوف عاده ناس بتقول لك بس تاخذي قطعه الاكسسوار حطي لها مانيكير شفاف فبتحميها صحة هاي المعلومة مظبوط أو لا؟ هاي المعلومة إنه هي طبقة عزل. الطبقة العزل أنت التشين ما فيك تعزلي. ممكن هيدا تزبط على خاتم. إنه الظاهر بس مثلاً أغلبيته هيدا الخاتم مثلاً. ما بيزبط عليه. مفرغ هو يعني شو ما حطيت بس هلا صرتوا عم تعملوا حتى يعني مثلا في كثير من انواع خليني اقول المعادن هي بتطول لحتى يروح لونها اكيد اكيد يعني صرتوا هلا عم تستخدموا هذا الشيء نحن بنستعمل هيدا الموضوع واذا في موديل مثلا ما قدرنا بدنا نطليه اجباري نعم يعني ايضا خلينا نحكي هيك عن مواكبه الموضه يمكن السنه كان صيف 2021 بيتجاز بالازرق حتى الدباديب الاوبال اللي موجوده مع لولو احيانا بنشوف لولو احيانا بيدخل اوبال احيانا لا بيدخل لولو مع معدن مع عين اكيد اكيد فقديش السنه في خلينا نقول مجال اوسع لانك تتفنني قطعه يعني كله موضه كله موضه حسيت انا هلا التيدي بير وكثير موضه وهلا نزل شيء جديد بس ما له نزل السمر درينكس يعني خلينا نشوفه عمل ميكس مع السمر درينكس ايس كريم مع التيدي بير حلو كمان موضه كثير السنه هذا موضه كثير وحتى دخلته بالحلق يعني عم نشوف بدك حطه على الست عن جد ما بعرف اذا رح يبين هو هيك مبين على الكاميرا ولا لا ما انا اخذه ناخذه زوم ما عم بسمع هدول كوكتيلات يعني في قنينة مي ولا لا؟ حتى هيدا الحلق حطيته حلو سمر بطيخ حلوة الفكرة وفعلا هلا عم نلاقي كثير صبايا عم ياخذوها ما لها علاقة بالأعمار يعني أكيد إنه هي هدول الأشياء لا هلا داخل كثير موضة إلا الست الكبيرة يعني سلمى شوي إيه في كثير عاملين في هون أحجار كريمة وفي قصص كثير مختلفة نحن بنحط كل شيء وهذا كمان موضة السنة إيه هلا هيدا العين لحالها عم تحكي فمشان هيك نقيت جنزير شي ناعم بسيط مشان يبين القطعه لانه هي القطعه بحد طيب هون بدي اسالك هلا شايفين كثير من الاساور الموجوده كل
كل صيفية بيحبوا يلبسوا مثلاً عدة أساور مع بعض أو كذا، هي خليني أقول العجقة بتبطل ولا أنت بتشوفي لا يعني حلو الواحد يلبس أسوارة واحدة، ولا لا أنت مع أنه لا نلبس ثلاثة وأربعة جنب بعض بتشكيل معين؟ هي حسب الستايل تبع اللبس. هلأ مثلاً إذا الستايل السبور أنا بفضل مثلاً كذا كذا واحدة عجقة كوشة هيك، بس مثلاً التنس هيدا كلاسيك صيف شتاء كل السنين تنس بريسلت جنب الساعة، هاي الموضة ما بتبطل أبدا. في مثلا هيدي هلأ الجنازير كتير موضة مثل هلا كانت بإيدي والله حلوة كتير، حطيت مع العين مثلا، هاي ما بتبطل موضة قدي بيزيد وقدي تتغير الأشكال بس بتضلها بتضل ايه نعم، في يعني شيء كلاسيكي ما بيبطل. صح صحيح بضل موضة. يعني نحكي هيك بصراحة مع غلاء أسعار الذهب وارتفاعها عم نشوف قطع يعني جميلة ولونها ذهبي، فقديش بالاكسسوار فينا نحن نوفر على الصبايا بدل ما يشتروا؟ عن جد يعني هلا التوفير منيح، مهم هلا، مهم التوفير هلا خاصة مع غلاء الأسعار هوري. يعني أيضا رح نشوف هيك قطع يمكن سلمى لكي إنه ناعمة وأحيانا بتغش بيفكروها ذهب يعني. لا هي هلا الموضة الجنازير قلت لك كل وحدة هدول بس جنازير، وهي حسب الستايل، في عالم مثلا هلا بيحب ناعم تماما، في عالم مثلا لا اتس اوكي شوي ضخم. هي كمان لها علاقة برقبة المرة اللي بدها تلبسها أو بيلبق لها ما بيلبق لها، يعني جنازير كتير عم نشوفها. وايضا اللي بايدك الطقم هذا عن جد طقم اسوار صح تماما، يعني اي خلينا نحكي هيك لكل الصبايا اللي حابين مثلا يكون لهم شيء خاص مميز وينقوا شيء بيلبق لهم، قد ايه المهم انه يلبق لهم؟ هلا كل كاركتر له الستايل تبعه، بيحبوا يغيروا اوقات بس بيضلوا ضمن الليمت انه لا لا هيدا اوفر بالنسبه لي. هي حسب المناسبه اللي بدها تروح عليها، هي مثلا بدها اياه كاجوال اجباري بده يكون ناعم كثير وما في عجقه ويلبق على كل شيء بتلبسه، هي بدها تحدد لا انا بس بدي لفلان شغله لمناسبة معينة، فوقتها مثلا بيكون التصميم مميز أكثر. بس انه اذا شيء بده تلبسه دائما بتدوروا نعم. اوقات عن ناعم اكيد. يعني نحن بختام فقرتنا لليوم نشكرك اكيد هوري على وجودك معنا، وبدنا نقول انه تصميم الاكسسوارات او المشغولات اليدويه هو مشروع صغير ايضا عم تحاول من خلاله كل سيده سوريه مبدعه تترك لها بصمه بظل هذا الوقت. انت عم توفري هيك للناس شيء حلو، امكانيات بسيطه، ونفس الشيء هو مشروع لك. يعطيك العافيه، اهلا وسهلا فيك. ميرسي كثير، شكرا لوجودك معنا، بنتمنى لك التوفيق بمشاريعك بكل القصص اللي انت عم تعمليها. نورتي صباحنا. ثانك يو. لهون سالي بنكون وصلنا لختام صباحنا غير لليوم، نتمنى نكون قدمنا معلومات مفيدة.